عليكم، ده هيكون الفيديو رقم 27 في سلسلة فيديوهات شرح بوليس الاستراتيجية. في آخر فيديوهات كنا بنتكلم بادئين في موضوع البوليسي، واتكلمنا عن البوليسي اوبجكت، وقسمنا الاوبجكت لخمسة اوبجكت وشرحناهم بالتفصيل، وعرفنا ازاي نكريت كل اوبجكت لوحده، وبعدين ابتدينا ان احنا نكونفيجر كده سيمبل فاير وول بوليسي، وابتدينا بعدها ان احنا نتعلم ازاي نمانج البوليسي دي، والنهارده هنتكلم عن البيست براكتسيز والترابل شوتنج. مبدئيا هنتكلم عن حاجه عن النيم رولز اند ريستريكشن. مبدئيا وانت بتحاول تعمل اوبجكت في الفاير وول، فهتلاحظ ان في شويه اسماء مش بتيجي معاك، او شويه سبيشال كاركتر مش سبورتد وانت بتكريت الاوبجكت، وبعض الموضوع يعني هتلاقي الدنيا تمام معاك، وهتلاقي بيسبورت الموضوع ده. طيب برضك السبيس، السبيس هو بيسبورت السبيس وانت بتكريت اوبجكت، بس لو انت جيت ده في الجي اي، لو انت جيت تعدل على الموضوع ده في السي ال اي او تعمل ترابل شوتنج، هتلاقي ان الموضوع فيه شويه مشاكل معاك، والموضوع صعب مش بالسهوله دي يعني. طيب تعالوا كده نجرب احنا الموضوع ده، مثلا لو جربنا هنا في كاريت اي اوبجكت فايرول، مثلا كاريت ادريسيز، ونقول كاريت ادريس، نسميه مثلا تيست مثلا او حاجه زي كده، اللي هو يقول لك ايه invalid character، هو مش بيقبل الحاجات دي. بس في حاجات طبعا بيقبلها، يعني لو جينا هنا مثلا نقول تيست تيست، تمام، فهنلاقي هو قبل، وقبل بالسبيس، بس طبعا لما تيجي تعمل trouble shooting او تعدل او تعمل edit بالكوماند لاين، الموضوع مش هيبقى سهل يعني، وهيسببك في بعض المشاكل. طب ده بالنسبه لموضوع النيمنج. عندنا برضك واحنا بنسمي البوليسي، واحنا بنكاري البوليسي، مش هيقبل اللي هو يسيب لك الفيلد بتاع النيم فاضي، تمام. فانت ممكن يعني حاجه ملهاش لازمه قوي يعني، بس لو انت حابب ان انت تعمل بوليسي من غير ما تسميها، وده طبعا يعني محدش بيعمل كده، بس كمعلومه ممكن تقول له allow unnamed policy، فانت كده ايه تقدر ان انت تكاري البوليسي من غير ما تسميها يعني. فممكن تخش هنا على البوليسي فاير وول كريت بوليسي، هتلاقي اصلا ما عملت كده اي حاجه وول، بس ايه هتقول له اوكي، هتلاقيه سماها يعني هي انيم بوليسي، يعني حاجه ما حدش بيستخدم طبعا العبط اللي انا بعمله دلوقتي، بس هي كمعلومه يعني. طب ده بالنسبه لموضوع النيم رولز وريستريكشن. حاجه تانية ممكن برضك تبص على الكاركتر المسموحة ولا مش مسموحة في الموضوع ده بالسهولة يعني. طب حاجة تانية، البيست براكتسيز برضك لما تيجي تيست بوليسي او تعملها ديبلوي في البرودكشن بتاعك او في ريل انفايرمنت بعد اذنك، يعني ما تروحش كده ايه تحطها في اللي هو جرب الاول تعملها تيست على بعض الاي بيهات او بعض اليوزر، يعني ما تروحش مثلا انت عندك مثلا 50 يوزر في الشركه وعندك مثلا 20 سبنت، فتروح تطبق بوليسي على 20 سبنت وال 50 يوزر مره واحده، لا كده غلط. حاول ان انت تعمل لها تيست الاول، قبل تيست الاول كده في شويه ايباد صغيره، وتجرب كده هتيجي معاك ولا لا، هتشتغل صح وهتأدي الوظيفه اللي مطلوبه منها ولا مش هتأدي، لان ده كل ما عدد او كل ما ريل انفيرمنت بتاعتك تبقى كبيره، تمام، كل لما هتلاقي التأثير عندك هيزعلك جدا يعني تخيل انت تطبق بوليسي مثلا في بنك على كل اليوزر على كل حاجه تطبقه، مثلا البنوك بتاعته تبقى مرتبطه بالبنك المركزي او في بنك كبير بيبقوا مرتبطين ببعض، فتخيل انت ما واحده تمنعهم ان هم يطلعوا للبنك بتاعهم مثلا، فانت كده خربت الدنيا، كل الترانزاكشن ما بين البنكين وقعت، وطبعا ده بنك يعني الثانيه بفلوس، تمام. فلازم لما تيجي تجرب على مجموعه ايبات صغيره، يعني وليكن مثال مثلا ما تروحش مثلا اللي انت ايه كريت بوليسي كده وتقول له انا هكريت بوليسي وهسميها مثلا انترنت، انا عايز طلع الاجهزه كانت طالعه على الانترنت مثلا عندي، وهي طالعه من اللان للوان، واقول له بص انا هطبقها على كل الاي بيهات، تمام، اللي طالعه على كل الديستنيشن في اي وقت، هقول لهم ايه مثلا هم هيطلعوا نت، فاقول لهم ديناي مثلا، امنعهم يطلعوا نت، كده انت كده خربت الدنيا. تخيل مثلا لو انت مثلا عايز تمنحهم مثلا وليكن مثلا البنك المركزي اللي متصلين بيه ليه مثلا تبع سبنت 1، ده دي ده الاي يعني ده ايبيهات البنك المركزي اللي البنك بتاعنا متصل بيه، تمام، ودي البوليسي الحقيقيه،
اللي هما بتوصلهم بيها هناك، اللي هو مثلا تو سنتر بنك المركزي، تمام. يبقى البوليسي دي هي اللي بتطلع مجموعة الواجبات اللي عندي في البنك بتاعي للسنترال بنك، تمام. طيب وانا جيت قلت لهم ايه، لا ده انا هبص، انا عايز ديناي، عايز اجاوب كده اشوف ايه اللي هيحصل. فكده انت خيبت الدنيا على طول، كده انت منعتهم، يعني انت كده وقعت كل الترانزاكشن ما بين البنكين، كده انت خيبت الدنيا، فده ما ينفعش، تمام. فلما تيجي تجاوب بوليسي جديده بعد اذنك، جاوب على اي بي 2 اي بي كده، يعني ايه، وتشوف الاول الاثنين اي بي دول الدنيا هتشتغل تمام، هتشتغل كويس ولا لا، ولا الدنيا هتبوظ منك يعني. برضك خليك حاسس قوي انت بتعمل اديتنج او ديسيبل او ديليتنج في اي فاير وول او اي اوبجكت، تمام، بالذات وانت بتستخدم الجي اي او السي ال اي، لان اي تغيير هو بيتيك افكت في الحال، وده ممكن يقطع سيرفيس او اي حاجه من دي. طيب ازاي؟ انا مش فاهم. يعني بيقول لك لما تعوز تعمل اديت على حاجه او تسيبه الحاجه او تعمل اي حاجه في اي يعني يكون في الفاير وول، بعد اذنك، بعد اذنك ركز وانت بتعملها، عشان ده بيتيك افكت على طول في الحال. فمثلا مثلا على وليكن اللي احنا نخش على الانترفيس، احنا داخلين على طريق الانترفيس اللي هو الوان اللي هو ده، تمام، اي بي هو 20، هو واخد اي بي 20، فاحنا داخلين ايه من طريق الانترفيس ده. فتعالى نعمل حاجه غبيه جدا يعني، تمام، بس قبليها تعالى بس ايه عشان نقعد بعدها نفتح لنفسينا، تمام، احنا عندنا جهاز في الحته دي يقدر ياكسس، ماشي. تعالى نعمل حاجه غبيه قوي، حاجه غبيه جدا يعني. انا اقول له بص، مش ده الانترفيس اللي داخل عليه؟ فهنخش مثلا كلاب نلعب، واقول بص انا هعمل ايه، انا هقفل عليه كل حاجه اتش تي بي والاتش تي بي اس والبنج، واقول له اوكي. لاحظت هو بيقول لك ايه، بيقول لك بص انت دلوقتي شغال على انترفيس، تمام، والانترفيس دي انت كونكتد بيها، لو عملت اوكي انت هتروح في داهيه. فانا انا مش مدرك مدى المشكله، وادوس اوكي. طب تعالى كده تجرب تخش على الانترفيس دي، ضاعت الانترفيس، واحد ساعة اتنين دوت واحد دوت 20، مفيش انترفيس، كده الانترفيس ايه، تمام. طب الحل هو ده اللي بيقول لك، بيقول لك خليك حذر جدا وانت بتعمل اديتنج او بتعمل ديسيبل او ديليتنج لاي حاجه على الفاير وول، عشان ده بيتيك افكت في الحال يعني، تمام. وبالتالي طالما بيتيك افكت فممكن يعمل انترابشن للسيرفيس او للحاجه اللي انت شغال عليها، تمام. طيب ايه الحل؟ حل بقى اللي انا كنت محضر، يعني انا عندي جهاز تاني ممكن اخش من على اي بي لان، يعني لان انا واخد عندي تو انترفيس، تمام. فاخش بقى نفتحها يعني. طبعا في حل تاني، في حل تاني ان انت تخش بقى كونسول، وتبتدي ان انت تفتح ال HTTP وال HTTPS على الـ على الـ على الـ على الـ على البوت ده يعني. فأي حل، أي حل ممكن ايه نعمله يعني. طيب احنا ايه، هناخد الطريق الأسهل يعني، مش هنكتب كوماند. مظبوط تقريبا، وان انترفيس
على بوت كام؟ بوت وان. بوت وان الاو او الاول سيت الاو اتش تي بي اتش تي بي وبينج واقول له انت. تعالوا بقى نجرب نفتح تاني. فتح يعني الحمد لله. عارف بس ما يفتح ما عايزين نوصل الجهاز ده عشان هنعوزه تقريبا. الجهاز نايس فنعمل له اصدار. فده بالنسبة للموضوع اللي انت ايه وانت بتعمل ايديتنج او بتعمل ديسيبل او اي حاجة خليك حازم الموضوع ده. تاني حاجة برضك من البيست براكتسز اللي انت برضك لما تيجي زي ما قلنا ان انت تعمل بوليسي ولا حاجة لازم تسبيسيفاي قوي اللي انت هتعملهم عليه. يعني ما تجيش مثلا انت مثلا عندك رينج معين وليكن مجموعة موظفين اللي هم الاتش ار الرينج بتاعهم مثلا هم 50 جهاز. فانت اعمل على 50 جهاز، اعمل على الرينج بتاعهم بس ما تعملش اول. تمام، بلاش تعمل اول. تمام، ودايما اختار الكوريكت سبنت بتاعتك. تمام، يعني لما تيجي تكريت ادرس اوبجكت ما تكريتش ادرس اوبجكت اسمه اول وترميه. يعني ما تعملش كده. اللي احنا كنا بنعمله لما بنيجي نتست البوليسي ده احنا كنا بنعمله في تيست، احنا بنلعب مع بعض. انما انت ما تجيش تعمل تكريت بوليسي مثلا تقول له السورس مثلا ده اول انترفيس. لا غلط كده، غلط جدا يعني كده انت بتخرب الدنيا. تمام، لا حاول تسبيسيفاي الموضوع. تمام، يبقى انت تكون عندك كده منظم انت بتروح تكريت ادرس. تمام، تبتدي تطبق البوليسي. تمام، طيب ده انا عايز اطبقها اصلا على يوزر واحد. يبقى انت ممكن تخش كده انك جاي عامل كرييت وتقول له لا انا عايز اعملها على ادرس. تمام، وبدل سبنت دي تقول له لا ده اي بي رينج وتحدد له رينج اللي عايز تعمله عليه. فانت دايما تختار الكوريكت سبنت بتاعتك، ما تفتحش الموضوع، تحاول ان انت تعمل لها سبيسيفيك از بوسيبل عشان تريستريك الاكسس. تمام، للزيس ريسورسز بس ما تفتحش الموضوع معاك جامد يعني. تمام، فلازم برضه تخلي بالك من الحته دي. طيب برضه لازم تخلي بالك من الحته دي واتكلمنا عليها جدا. الفاير وول بيطبق البوليسي بتاعته من التوب للبوتوم او من تحت لفوق. يعني بيمشي من فوق يبدا يماتش البوليسي من فوق لتحت. تمام، فدايما تكون حذر جدا وانت بتطبق البوليسي وتبدا اللي انت تعمل السبيسيفيك بوليسي فوق. تمام، وتعمل الجنرال تحت. تمام، فدايما تعمل السبيسيفيك بوليسي بتاعتك فوق والجنرال تحت. لو مش هيماتش السبيسيفيك هينزل يماتش الموضوع الجنرال. طيب اتكلمنا برضك في الموضوع كتير. طيب عندنا اهم حاجه بقى وهي البوليسي لوك اب. البوليسي لوك اب دي جميله جدا، جميله لدرجه لا تتخيلها يعني. فمثلا لو جينا هنا على البوليسي واحنا عندنا هنا ما شاء الله يعني بوليسي كتير قوي. فانا عايز عندي مثلا اي بي معين وعايز اعرف الاي بي ده لو انا بدأ يطلع نت فهو هيماتش اي بوليسي من دول. تمام، فبنستخدم حاجه اسمها البوليسي لوك اب. يعني انا مثلا لوجيك مثلا لو انا مثلا عندي اي بي وعايز ابدا اللي انا اشوف هيماتش اي بوليسي. طيب هدي هشوف الاي بي ده مين الجهاز اللي واخده وابتدي اللي انا ابتدي اللي انا بنج او ابتدي اللي انا اطلعه واشوفه هيماتش في انهي واحده. تمام، انما لا يعني انا عايز من غير ما الجا لجهاز اديله الاي بي من غير ما اعمل ده كل اي حاجه من دي انا عايز اشوف هيماتش اهني بوليسي بالظبط. فبنعمل ايه؟ بنعمل بوليسي لوك اب. ونخش هنا بقول له مثلا والله انا عندي اي بي جاي لي مثلا من اللان مثلا 2. تمام، واقول له مثلا هيستخدم تي سي بي. طيب الاي بي بتاعه كام او الرينج اللي انت عايز فين الاي بي او الرينج؟ اقول له بص 10 دوت 10 دوت 10 دوت مثلا 50. تمام، انا عايز اعرف الاي بي ده. تمام، لو انا ابتديت ان انا تيست هيطلع من انهي بوليسي بالظبط. تمام، طيب حلو، هيطلع عايز تخليه تيست عليه. بص اقول له مثلا طلعه على جوجل مثلا. طيب هيستخدم ايه لما يطلع على جوجل؟ هيستخدم اتش تي بي اس. طب الاتش تي بي اس ده البوت بتاعه كام؟ 4 4 3. واقول له سيرش. بص قال لي الجهاز ده هيطلع من عن طريق البوليسي دي. طب الدليل هو احنا قلنا 10 10 10 50. طب تعالى كده اشوف السبنت دي الاي بي بتاعها كام؟ 10 10 10 0 سلاش 24 سلاش 24 يعني اوريدي الكونتين اللي هو 50. تمام، فهو يطلع من عن طريق السبنت ده. تعالى كده نجرب واحد تاني. طب بص عايزك ايه؟
هو جاي برضك من عن طريق لانك تري مثلا تي سي بي، والاي بي بتاعه مثلا 20 دوت 20 دوت 20 مثلا دوت 1 مثلا، والديستنيشن هو رايح برضك يطلع على جوجل و 4 4 3 واقول له سيف. تمام. ليه هنا؟ لان هو بيقول لك بوت 3 دي اصلا معلوش اي حاجه متسجله 20 20 20 اصلا يعني، فتعالى كده نتاكد يعني، اللي هو نشوف بوت 3 ادرس انترفيس سوري نتورك انترفيس. هو بوت 3 واخد كام ده؟ واخد 11 11 11، يعني اكيد اكيد مش هيجي له حاجه اسمها 20 20 20، فكده انت بتستهبل كده، مفيش الكلام ده يعني. الاي بي ده اصلا هو لوجيك ليه اصلا مش موجود على بورت على الانترفيس 3. ليه؟ لان انا بنيجي نشتغل لو لاحظتوا احنا بنحدد الانترفيس اللي هو جاي من عليه. بصوا بنقول له هو جاي من على الانترفيس رقم كذا، طب ما بقى انه جاي من على الانترفيس رقم كذا، ده هو اصلا الانترفيس ده واخد اي بي ادس 11 11 11، يعني اكيد هو مش هيجي من عليه، انت كده مفيش اي حاجه تيجي من على الاي بي ده. انا فاقول له طب بص خلاص خليها تي، وقول لي مثلا ادي تي سي بي وادي اي بي 11 11 11 11 دوت 50 مثلا، واقول له ديستنيشن www دوت جوجل دوت كوم، واقول له بالك هتطلع على الطريقه 4 4 3. طيب سيرش. بص بقى قال لك ايه، بوليسي ريكاب ماتش ذا امبليسيت ديناي بوليسي. تمام. نو اكسبليت بوليسي اكزيست فروم ار، يعني بيقول لك انت مش عامل اي بوليسي تمام لبورت 3 تمام، اللي هي من ديستنيشن انترفيس تو ديستنيشن انترفيس اد تمام. فهو بيقول لك هو من الاخر هو ما لقاش اي بوليسي بتماتش الموضوع ده تمام، يعني انت الموضوع بوت 3 ده انت مش عامل له اي بوليسي تطلع الاي بي ده على النت. تقول لي طيب ما في بوليسي هنا رقم 3 ايه؟ اقول لك طب بص تعالى كده نبص على حاجه، انت بتقول لي 11 11 11 11 تمام، انت بتشوف الاي بي ده طالع نت ولا لا. طب بص كده بوليس 3 هي واخده صبنه، واخده الاي بي اللي بتطلعه كام؟ 12 12 12. يعني انا بصوا تعالى بس نخش كده ايه نعمل لها ايديت، سوري افهمكم الحته دي ولا ايديت. انا بقول ايه، بقول بص لو جالك حاجه من بورت 3 تمام لوان تمام السورس بتاعها 12 12 12 0 طلع على اي حاجه طلعها تمام، وعملت بعدها لوك اب قلت له لو انت جاي لك حاجه، لو انت جاي لك حاجه من على انترفيس 3 واخده اي بي 11 11 11 دوت 50 تمام، شوف هتطلع نت عن طريق انهي بوليسي. طيب هل 11 11 11 دوت 50 اساسا موجوده في السورس ده؟ مش موجوده، فبالتالي هي مش هتهتها خالص. يعني بصوا هتيجي هنا 11 11 11، هل في هنا في 11 11 11 في الصبنة دي مثلا؟ مفيش، دي فيها 11 11 11، بس دي من ايه؟ من لان او من بوت 2 مش من بوت 3، فبالتالي لما عملت لوك اب انا بقول له جايه لك من بوت 3، فبالتالي مش بتماتش هنا، الانترفيس مش بيماتش هنا، فما نفعتش، مع ان الصمت بتماتش بس الانترفيس لا. طب هنا تمام ده برضك بوت 2 فبرضك مش هينفع. طب ده اللي بوت 3. طيب بوت 3 اصلا بيقول لك ايه؟ بيقول لك من بوت 3 لان، فدي برضك مش هتنفع، دي مش هتماتش. ايه؟ لان هي مش هتطلع نت، دي اصلا مش بتطلعها نت تمام، فسيبك من دي. فهي تيجي من هنا من بوت 3 للوان، دي يعني دي مش طلعت حته، لان بيقول لك من بوت 3 لبوت 3، فدي اصلا مش هيطلع نت، مش هيعمل اي حاجه خالص، فهو ما جاش ما عملش حته دي. طب هنا يقول لك من بوت 3 لبوت 1 اللي هو الوان، اوكي دي ممكن تطلعه نت تمام. طيب انا بقول له ابحث عن اي بي اسمه 11 11 11، طيب تعالى هنا في السورس، هل السورس 11 11؟ لا، ده بيقول لك طلع الايبات اللي هي اسمها 12 12 12، فبالتالي دي برضك مش هتت. فجت في الاخر في الوان بيقول لك ايه؟ بيقول لك اي سبنت تمام طلع نت سوري هنا، فجت هنا بيقول لك اي سبنت طلع نت والله اعمل لها ايه؟ اعمل لها ديناي، اي سبنت طلع على اي سبنت اعمل لها ديناي، فهي عملت هيت هنا تمام. فالدليل تعالوا كده ادي لان 3 وبقول له تي سي بي، وبقول له مثلا لو انت طالع على لو جالك اي بي اسمه 11 11 11 دوت 50 طالع ل www.google.com على 4 4 3، بص هيقول لك ده هي ضربت كده في الامبليسيت دينار، يبقى البوليسي دي مفيش
او الاي بي ده مفيش اي بوليسي من دي بتماتشه، اللي بتماتشه بس هي الامبليسيت ديناي فضاف فيها. تمام. طيب لو انا جيت عايز اقول له 12 بقى 12 12 دوت 50 وقلت له اوكي، اهني اللي هتضرب من بوت 3 12 12 12 دوت 50 بوت 3 بوت 1. طيب تعالوا كده نشوف، ادي من بوت 3 12 12 12 12 24 بوت 3 1. تعال نرجع على البوت 3 كده 12 12 12. اقول له جايه من بوت 3 تمام 12 12 تي سي بي اي بي 12 12 12 دوت 30 مثلا، واقول له ديستنيشن www دوت جوجل كوم 4 4 3 سيرش ويسوكا فيل تو ماتش اني بوليسي فروم سورس تو ديستنيشن بوت 1 دوت 9 دوت. اه لان بوت سي اصلا هو اصلا مش واخد اي بي في نفس الرينج. تمام، مش واخد اي بي في نفس الرينج، فاللي هو هتيجي ازاي معاه؟ طيب ده بالنسبه لموضوع بيسوك. على فكره انت ممكن تجرب، مش لازم اي بي، ممكن تجرب اي بي، ممكن تجرب يو دي بي، بينج، اي حاجه من دي ممكن تجربها يعني. بس فده بالنسبه لموضوع البوليسي لوك اب. انت ممكن ان انت تشوف الانترفيس اللي هتطلع او البوليسي اللي هتماتش الاي بي اللي طالع النت ده اهني واحده فيه. طيب لاحظ اللي هو بيقول لك لو في بوليسي معموله ديسيبل، البوليسي اللوك اب مش هتستخدم البوليسي دي وهتبتدي تماتش اللي بعديها. طب مش فاهم يعني، خلينا نجرب مثلا على البوليسي دي اللي بتطلع الجهاز اللي معاه نت، وخليني مثلا يعني اعمل واحده زيها. تمام، اقول له كرييت مثلا، واقول له اسميها مثلا تيست واحد، واقول له هي جايه من لان طالعه للوان على الصبنة اللي اسمها واحد للاول، واقول له هلاو، واقول له اوكي. تمام، هي اهي كده طلعها فوق. الاتنين دول شبه بعض. تمام، فأي واحدة فيهم ممكن تطلع الجهاز بتاعنا نت. تمام، لو أنا جيت عملت كده وقلت اللي جاي لك من اللان، أي أي بي جالك من اللان تي سي بي، هشتغل تي سي بي 10 دوت 10 دوت 10 مثلا دوت 50 في أي، لازم يكون في رينج عموما، وأقول له طالع على الستيشن www دوت جوجل كوم 4 4 3، وأقول له سيف. أول واحدة هي اللي عملت هيت، فهو اول واحده هتقابله يطلع من عليها هي دي. تمام، طب انا اقول لكم حاجه، تعالوا نعمل ديسيبل دي كده. اعمل ديسيبل اديت، اقول له بص دي من البوليسي، لا وقف البوليسي دي. تمام، واقول له بص اعمل لي لوك اب تاني، واقول له جايه من اللان هي اشتغل تي سي بي على 10 دوت 10 دوت 10 دوت 50 ديستنيشن 4 4 3، واقول له سيرش. بص مين اللي بقت بتماتش، دي اللي بقت بتماتش. تمام، ليه؟ لان انا عملت دي ديسيبل. فالبوليسي لوك اب هو لو اي بوليسي معمول لها ديسيبل فهو بيعمل لها سكيب. تمام، معناها بتماتش بس هو عمل لها سكيب، يعني مش شغاله، اصل هي مش شغاله. تمام، فنركز قوي في الحته دي، اي بوليسي معمولها ديسيبل حتى لو بتماتش هو يبتدي يعمل لها سكيب. طيب عايز اقول معاكم حاجه، ان الترافيك اللي ماشي، الترافيك ده هو فيك ترافيك، هو مش ترافيك حقيقي. يعني الترافيك اللي هو مشى عشان يبتدي يماتش في البوليسي هو ترافيك مش حقيقي، هو فيك ترافيك. تمام، هو في الاخر بيترسيت الموضوع هو بيزد عن الكريتيريا اللي جايه يعني. تمام،
فده بالنسبه لموضوع البوليسي لوك. طب في حاجه كمان قوي كده قبل ما نختم عايزين نعرفها وهي اللوجز، تمام؟ انا يعني هشرحها بالتفصيل قوي في فيديوهات لوحدها، بس يعني ايه ببساطه جدا اللوجز دي بتساعدنا وتعرفنا برضك لو عندنا اي بي او عندنا كذا الاي بي ده، مش الاي بي ده طالع من اي بوليسي او من اي حاجه، تمام؟ فاللوجز هنا برضك هي فيها يو تي ام وفيها اول لوجز، ودي زي ما قلنا يعني هنحاول نشرحها بالتفصيل. بس لو جينا مثلا هنا مثلا وعملنا كده شو ماتش فيور لوج، هنلاقي بص ما شاء الله اللوج كتير بس بقى 16 دقيقه او حاجات من دي، اللوج دي كانت متسجله من فتره. طب ليه مش بيسمع لوج جديده؟ لان احنا عاملين هنا اللوج يو تي ام، تمام؟ فاحنا بعد اذنك وديها يعني هنشرح بالتفصيل ليه، فانت خلي بعد اذنك اللوج اول، قول اوكي تمام عشان يبتدي يسمع معاك لوج، وقول له بص تعالى بقى كده طالما احنا قلنا اول تعالى اعمل ماتش ريفريش. طب تعالى بقى نشغل الجهاز بتاعنا ده ونخليه يفتح اي موقع. على فكره اللوجز بتبقى في البي ام، في البي ام مات، وطبعا البي مات اللي مش لايسنس مش بتبقى مظبوطه شويه، فساعات ممكن تغلبنا كتير يعني. فتعالوا ايه نجرب اللوجز عموما، يوتيوب فيسبوك، تعالوا كده نرجع تاني على البوليسي ونشوف على الفاير وول ونشوف هل هيسجل لوجز ولا لا. بس ابتدى سجل لوجز، سحب لك من 4 ثواني اهو، قال لك والله 4 ثواني في جهاز اسمه كذا الاي بي بتاعه كذا اللي هو 10 10 10 2 بدأ يكلم ديستنيشن كذا وبدأ هنا في سيند وفي ريسيف كمان. طيب هو طلع من على اهني بوليسي بقى؟ بص هنا قال لك طلع من على بوليسي اسمها 3، اسمها انترنت 3 الاي دي بتاعها 3، تمام؟ بص بقى افتح كده وشوف البوليسي اهي، دي الجنرال بيقول لك السورس والاد السورس بورت، بيقول لك كمان الماك ادرس اللي هو جاي من عليه، بيقول لك كمان الانترفيس، الجهاز اسمه ايه، هو نوعه ايه، ديسكتوب، تمام؟ هو ويندوز، لو احنا مش شغالين يوزر طبعا هنفعل موضوع اليوزر ده بعدين، هيقول لك اليوزر اسمه ايه، تمام؟ الديستنيشن تلاقي هنا بقى ايه كل حاجه تلاقي. طب يقول لك الابلكيشن كنترول، طبعا هنشوف الابلكيشن كنترول هنتعلم ازاي اصلا نعمل سكيورتي بروفايل، تمام؟ بيقول لك لا هو انت مش عامل حاجه في الابلكيشن كنترول، فهو عامل لها ان سكاننج وان ديفايند والدنيا تمام. الاكشن تمام، طلع اتش تي بي اس، ويبتدي اللي هو ايه يديك شويه بقى معلومات كده لان وكل حاجه وشويه معلومات حلوه يعني، تمام؟ فده بالنسبه لموضوع اللوجز دي حاجه مهمه جدا. انت ممكن يكون عندك جهاز هو طالع نت، تمام؟ طب انا يا عم لا ده انا مش عايز اطلعك نت، المفروض ما اطلعش نت. طب روح بقى سايش عن الجهاز ده، اعرف هو طالع من اهل بوليس. يعني انت مثلا ممكن تيجي هنا وتقول له بص انا هات فلتر، تمام؟ هي دي اصلا اللوجز من غير فلتر. طب بص لا ده انا عايز، طبعا هنا هيكون عندك انت لو في شركه كبيره يكون عندك ايبادات كتير قوي، فانت عندك مثلا جهاز اسمه 10 10 10 2، الجهاز ده انت عايز تعرف هو طالع من اهني بوليسي رقم كام. فانت يا اما تروح تعمل البوليسي لوك اب، يا اما تيجي في الفورورد ترافيك وتقول له انا هاد فلتر وعايز بقى ايه اد بقى ايه. بص يا سيدي تبتدي ايه تلعب بقى، فتقول له مثلا انا هاد مثلا باي سورس، بس فاهمني خصوص خصوص اي في بس ماك او سوس بس خصوص، تمام؟ وتقول انا عايز افلتر كل الحاجه اللي طالعه عن طريق الاي بي ده، تلاقيه فلترها لك. اه يبقى انا ساعتها هبص اقول 10 10 ده طالع نت، طب انا اصلا مش عايزه يطلع نت. طب استنى كده اشوف هو بيماتش في انهي بوليسي، ده بيماتش في 3، لا ده انا المفروض هو يماتش في الامبليسيت ديناي، يبقى انا كده عامل غلط في البوليسي دي. فارجع اترابل شوت واحل ايه المشكله، ايه اللي مخلي الجهاز ده يماتش مع البوليسي دي، فايه اللي بيخليه يماتش؟ اكيد اللي انا ضايف رينج الاي بي ده ضايفه في البوليسي دي، فبالتالي ابتدي ان انا اعدل الموضوع ده ما اسيبوش كده، تمام؟ فممكن ان انا بقى اماتش على اي حاجه، يعني ممكن اقعد مثلا فلتر اقول مثلا اي حاجه انت عايزها من دي، تقول مثلا بروتوكول، تقول اسم ديفايس، الماك ادس بتاع الديفايس، يوزر مثلا عندك يوزرات طبعا احنا مطبقين اليوزر، فتقول مثلا عايز اماتش مثلا على يوزر مثلا اسمه احمد، تمام؟ وشوف احمد ده هو طالع بوليسي، طالع من عطيه يعني بوليسي، تمام؟ فموضوع اللوجز دي موضوع مهم جدا هيطول شرحه يعني وهنتعلمه مع بعض.
كتير يعني. ممكن طبعا هنا تاد مور كولومز لو انت عايز يعني، ممكن مثلا تاد اليوزر، تاد بروتوكول، تقول له ابلاي فهيأد لك هنا بروتوكول. تمام. باختصار يعني موضوع اللوجز، نرجع تاني مثلا للبوليسي، بسم الله، سكيورتي بروفايل بروجكت بوليسي. ده طبعا البوليسي بتماتش هي مطلعه جيجا بت. ممكن برضك نطلع شو ان فورتي فيور. تمام. شو تي فيو هنا برضك طبعا لو عندك اكتر جهاز بيقول لك طبعا الجهاز اللي عندك اهو اللي طالع نت و اسمه السيرف سكور بتاعه. هنتعاطى طبعا موضوع السيرف سكور ده مع بعض. فاتح لحد دلوقتي 48 سيشن، مستخدم 3.71 ميجا بت بير سكند. السورس بتاعه لان، لان ديستنيشن الوان. دي كلها حاجات ايه احنا ممكن نفلتر عليها. طبعا الديستنيشن دي الديستنيشن اللي هو طالع لها. طب هو مستخدم ابلكيشن ايه؟ الثريد زي ما قلنا اهو، فيلد كونكشن 5 ثريد سكور 1 سيشن، الويب سيشن، الويب كاتيجوري طبعا الويب كاتيجوري احنا مش مطبقينها. السيشن اللي مفتوحه دلوقتي اهم اللي هم ال 48 سيشن اللي هو فاتحهم مع بره. طبعا ده السورس وده الديستنيشن اللي هو طالع لهم. طبعا مستخدم ابلكيشن اتش تي تي بي اس. طبعا ممكن تقعد هنا مو فلتر انت عايز. احنا هنا مثلا مفلترين على فاير وول ابلكيشن. طب زي ما قلنا الموضوع هيطول شرحه قوي في الحوار ده. كل ما تلغي هتلاقي حاجات لغت شويه. طبعا قايلين على اي دي بوليسي 4 ممكن تفلتر اكتر. يعني زي ما قلنا اللوجز والكلام ده هنتكلم في الموضوع بالتفصيل. بس مش عايزين نطول يعني في موضوع اللوجز ده، لان زي ما قلنا هي شرح لها فيديوهات بالتفصيل، لان الموضوع فيها جميل جدا، لان انت من خلالها تقدر هي اصلا الترابل شوت. اصلا موضوع اللوجز ده هو الترابل شوت. طيب ده كده باختصار الفيديو بتاع النهارده. لو في اي استفسار ممكن طبعا ممكن تقرا الدوكيومنتيشن حلوه جدا. وطبعا انا رافع الدوكيومنتيشن، رافع الكتابين موجودين على ال بسيبهم بسيب لينك الدرايف تحت كل فيديو طبعا في كل الماتيريال اللي بستخدمها. لو حابب حد يتواصل معايا يتواصل معايا سواء على لينكد ان او الجيميل او كومنتات تحت الفيديو او الفيسبوك بتاعي. ان شاء الله اشوفك في فيديو جديد.